كما يجدر التنويه بأنه رغم الظروف المناخية السلبية التي سجلناها خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 بسبب التغيرات المناخية التي مست العديد من دول العالم، فقد تمكنا من إنقاذ موسم إنتاج الحبوب بفضل وفرة الإنتاج في المناطق الجنوبية، مما يؤكد النظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية الذي بادر سنة 2021 بإنشاء ديوان مخصص للترقية الاستثمار المهيكل في الجنوب من أجل تطوير الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب والزراعات الزيتية والسكرية.